اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في الفقره الاولى في مساء مباراه النادي الاهلي ونادي سموحه الدكتور احمد ثابت. نتكلم عن كل ما يميز النادي الاسماعيلي واهم نقاط الضعف والقوه في النادي الاسماعيلي وبعض النقاط التاريخيه كده. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. خلينا نبدا في المواجهات المباشره مع النادي الاسماعيلي، ايهم يتفوق؟ هل النادي الاهلي يتفوق ام النادي الاسماعيلي؟ طبعا تفوق اهلاوي في المواجهات المباشره ما بين النادي الاهلي والاسماعيلي، تفوق اهلاوي واضح. يمكن النادي الاهلي لعب مع النادي الاسماعيلي 114 مباراه، النادي الاهلي كسب 59 مباراه من 114، يعني بنسبه 51.7، 52% من الماتشات النادي الاهلي كسب. تمام. النادي الاسماعيلي كسب 22 مباراه من 114، الفريقين اتعادلوا 33 مره، النادي الاهلي جاب 167 هدف بمعدل 1.5 هدف في المباراه الواحده. الاسماعيلي جاب 93 هدف، فطبعا تفوق اهلاوي واضح، ولكن طبعا التاريخ حاجه ومباراه بكره برضه عايزين نبقى تركيز فيها يعني. تمام. اكبر فوز برضه للنادي الاهلي على النادي الاسماعيلي. اكبر فوز، يمكن دي يعني معلومه ممكن البعض ممكن يكون نسيها، اكبر فوز في تاريخ المواجهات لكان من نصيب النادي الاهلي، النادي الاهلي كسب النادي الاسماعيلي 8-0 في الدوري. في الدوري اه، كان كابتن صالح سليم احرز 7 اهداف في المباراه دي. 7 اهداف، 7 من 8 موسم 57-58. اكبر فوز في تاريخ الفريقين. تمام. يمكن برضو من بعض الارقام المميزه للنادي الاهلي قدام النادي الاسماعيلي في على مدار المباريات الاخيره من سنه 2010، النادي الاهلي بيواصل سلسله لا هزيمه من النادي الاسماعيلي من يوم 21 نوفمبر 2010، النادي الاهلي ما خسرش من النادي الاسماعيلي، لعبوا وتواجهوا 11 مباراه، النادي الاهلي كسب 7 وتعادل 4، فباذن الله ان شاء الله المسيره دي تستمر بكره باذن الله. تمام. اكبر الهدافين بقى للاهلي والاسماعيلي. يمكن اكبر الهدافين احمد مكاوي، كابتن احمد مكاوي 10 اهداف على النادي الاهلي، كابتن صالح سليم 9 اهداف منهم 7 في مباراه واحده، كابتن محمد بركات 9 اهداف منهم 6 مع الاهلي و3 مع الاسماعيلي. دول يمكن الهدافين 10 9 9 او النجوم اللي لعبوا للفريقين. طبعا في بعد كده معانا ابرز اللاعبين تاريخيا بقى اللي ارتدوا قميص النادي الاهلي الاول، اللي ارتدوا الاول قميص النادي الاسماعيلي وبعد كده راحوا النادي الاهلي. نعم. ومعانا ابرز اللعيبه في الفتره الاخيره يعني اللي ارتدوا الاول النادي الاهلي بعد كده راحوا الاسماعيلي، اللي لعبوا للاسماعيلي الاول 16، اللي لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده راحوا الاهلي 16 لعيب، كابتن خالد بيبو، احمد خيري، عبد الله السعيد، شريف عبد الفضيل، مسعد عوض، محمد عبد الله، محمد بركات، سيد معوض، عماد النحاس، احمد حسن، اسلام الشاطر حضرتك، احمد فتحي، جون انطوي، عمرو السليه، مروان محسن، احمد حجازي. دول في الفتره الاخيره اللي انتقل او لعبوا للاسماعيلي الاول وبعد كده لعبوا للنادي 16 لاعب. 16 لعيب. تمام. لكن العكس بقى، النادي الاهلي اللي لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا للنادي الاسماعيلي. احمد سامي، احمد رجب، 27 لعيب، احمد سامي، احمد رجب، احمد سراج، سامي قمصان، محمد شرف، مجدي طلبه، روبرت اكوري، هاني سعيد، ابراهيم سعيد، شادي محمد، محمد فضل، محمد عبد ربه، احمد سمير فرج، رامي عادل، محمد جوده، عصام الحضري، محمد ابراهيم حجازي، احمد صلاح حسني، احمد ابو مسلم، احمد صديق، احمد العش، محمود شيكو، عبد السلام بن جالون، عفروتو، امير سعيود، واخر اثنين شريف حازم وكريم بامبو اللي هو موجود حاليا. ففي 27 لاعب لعبوا الاول للنادي الاهلي وبعد كده راحوا النادي الاسماعيلي. نعم. ده عبر التاريخ يعني. نيجي بقى للموسم ده. خد بالك محمد فوزي حارس مرمى النادي الاسماعيلي كان من ناشئين النادي الاهلي. في اللي هو الحالي. الحالي. الارقام بقى الموسم ده. النادي الاهلي طبعا في الصداره لعب 31 مباراه، الاكثر فوز 23 فوز، اتعادل 4 مباريات، خسر 4، حصل على 73 نقطه، النادي الاهلي جايب 51 هدف. دخلت شباكه 18 هدف اقوى خط دفاع، وحافظ على نظافه شباكه 18 كلين شيت. النادي الاسماعيلي لعب 31 برضه، كسب 10 بس، اتعادل 11، خسر 10، عدد النقاط 41. النادي الاسماعيلي ثاني اضعف خط هجوم في الدوري، ثاني اضعف خط هجوم، مسجل 28 هدف بس. دخلت شباكه اهداف 32 هدف. حافظ على نظافه شباكه 14 هدف، يمكن ده الرقم اللي ساعد النادي الاسماعيلي 14 مره من 31 مباراه، نسبه كويسه يعني. النادي الاهلي 18، يمكن ده الرقم اللي ساعد الاسماعيلي شويه ان هو يحسن نوعا ما ان هو يعني ايه اداؤه السنه دي. لكن نعم. طبعا الاسماعيلي عمره ما كان بالشكل ده او يصل مهما هو كان. مهما يتقال ان هو تاني اضعف خط هجوم عمرها ما حصلت. مهما يتقال ومهما يتم تكرار هذه المقوله خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا يا دكتور احمد. الكل بيقول لك ايه، اصل الاسماعيلي مش في مستواه والاهلي هيكسب الاسماعيلي وكذا وكذا وكذا. تظل اسالني انا،
تظل دائما مباريات النادي الاهلي بالنسبه للاسماعيلي ومباريات الاسماعيلي بالنسبه للاهلي مباريات مهمه جدا جدا جدا، سواء هنا للطرف ده او للطرف ده. وبالتالي انسوا يا جماعه، انسوا انسوا نتائج النادي الاسماعيلي خلال الفتره اللي فاتت، هتشوفوا فريق مختلف بكره. اللي هيكسب هيكسب فنيا في الملعب. وفي حاجتين كمان، اول نقطه لازم نفصل بقى حته قائمه منتخب مصر دي عن اللعيبه خالص، لازم اركز دلوقتي على نهايه موسم، عندنا ماتش الاسماعيلي وماتش المقاولين نركز فيهم. نهايه الموسم دايما الناس بتفتكر النهايات، اختم الموسم ختام مثالي ان انا اكسب الاسماعيلي والمقاولين الاول. ختام المثال ان شاء الله هو الفوز بالدوري العام. طبعا بالفوز. طيب باذن الله خلينا نروح لتشكيل النادي الاسماعيلي المتوقع لمباراه غدا. طبعا يمكن النادي الاسماعيلي متوقع بكره يلعب بنفس طريقه كابتن محمود جابر، بيلعب في الفتره الاخيره 4-3-2-1 مع النادي الاسماعيلي. نعم. في حراسه المرمى محمد فوزي، الاثنين المساكين محمود متولي ومحمد مجدي، ده التشكيل الاقرب. الباك اليمين اسامه ابراهيم، الباك الشمال احمد ايمن، عماد حمدي بيلعب كهولدنج ميدفيلدر قدام الاربعه المدافعين، وقدامه اثنين محمود دونج على اليمين وصاحب ال 22 سنه مصطفى فارس اللي هو جاب ضربه الجزاء في المباراه الاخيره قدام الداخليه. على اليمين محمد الشامي، على الشمال كريم بامبو، قدام شلونجو اللي هو الماتش اللي فات كان احتياطي، ما كانش عشان بيلعب كان مريح عشان كان لسه راجع من ناميبيا. يمكن ده التشكيل المتوقع ليهم. هم عندهم الراجل كابتن محمود جابر بيعتمد على يعني خطورتهم ايه او فكره ايه، بيعتمد ان هو المهاجم بتاعه. كابتن محمود جابر على فكره كان بيدرب في ام صلاح القطري في القطر، يعني في الدوري القطري، بيعتمد دايما ان المهاجم اللي هو رقم 9 او يعني بينسون شلونجو ده بيشتغل كفولس ناين، يعني فولس ناين مهاجم وهمي دايما بينزل، يعني بيبقى كده مثلا هيلعب على ايمن، بينزل لتحت، بينزل لتحت يسحب مع المدافعين، يجيله كريم بامبو من ورا ويسيب مساحات وراه. ادي كريم بامبو وادي محمد الشامي، هيسحب مع ايمن اشرف بالشكل ده بالظبط ويسيب المساحه ورا ليه كريم بامبو. هي دي الفكره، يعني فكره المهاجم الوهمي. عشان كده كان بيعتمد دايما، الناس في اسماعيليه كانت مستغربه ان هو بيعتمد اكتر على محمد الشامي. ليه؟ لان محمد الشامي مماثل او بيطبق فكره بتاع المهاجم الوهمي، ان هو بينزل يسقط لان هو عنده حته السرعات، وبرده شلونجو عنده السرعات، بينزل يسحب مع حد من المدافعين ويفضي المساحه، سواء اللي جاي هنا عبد الرحمن مجدي، محمد الشامي، اي حد أي من محمد يعني صادق، ولكن هي علامه كريم بامبو علامه مهمه جدا. اخطر حاجه في الاسماعيلي بكره فكره المهاجم الوهمي اللي هنقابلها بكره. النقطه الثانيه كريم بامبو، كريم بامبو مفتاح مهم جدا 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 جدا، واخطر لعيب في النادي الاسماعيلي. يمكن كريم بامبو لو شفنا ازاي هم مع كابتن محمود جابر لعبوا 4 مباريات في الدوري وفي الكاس، لعبوا في الدوري 3 مباريات وفي الكاس مباراه واحده. يمكن هم سجلوا 3 أهداف منهم هدفين من تحركات كريم بامبو من الثلاثة، وهدف ضرب الجزاء. يمكن احنا عايزين نتكلم تحديدا على كريم بامبو. نعم. كريم بامبو بكرة يمكن أخطر لاعب على النادي الأهلي هو كريم بامبو. معلش يا دكتور قبل بس ما تكمل كلامك، من فضل حضراتكم خدوا بالكم بس من الكلام ده، وأتمنى طبعا الكل ياخد باله، لأن احنا تقريبا قلنا نفس هذا الكلام في مباراة إنبي السابقة، أن كان الدكتور أحمد ثابت وبعد كده تامر وبلال وكابتن فتحي الثلاثة أو الأربعة قالوا الكلام اللي بيحصل وحصل بالفعل في المباراة، فناخد بالنا بس من الكلام ده. طبعا يمكن نبص بقى على كريم بامبو. كريم بامبو ده مهم قوي، في جملتين كريم بامبو، تحركات كريم بامبو للعمق بكرة مهمة جدا جدا جدا. أول حاجة كريم بامبو هنا الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين هنفترض إن هو عبد الرحمن مجدي، أي حد أو محمد الشامي أو أي حد هنا، وهنا ده كريم بامبو. كريم بامبو دايما بيتحرك لجوه بيطلب الكورة، في كورة بتتعمل محفوظة سويتش بيتعمل، بيخش للعمق كده، ادي الجناح اليمين اهو، ده الجناح اليمين، لا دي اول صوره معانا، دي كربونه، هات الاول بعد اذنك على السبوره يا استاذ سمير. بص هتلاقي هنا عبد الرحمن مجدي اهو على السبوره اهو، عبد الرحمن مجدي بيجي يتحرك اهو، وكريم بامبو بيدخل للعمق اهو. كريم بامبو بيجي لجوه بيطلب الكوره، بيبقى وراه بينسون شلونج اهو هنا بالظبط، يقوم مفوتها له، وبعد ما يفوتها يقوم واصله للمهاجم، المهاجم يقوم لاعبها من ورا المساك ده توصل لكريم بامبو يشوط. لو عرضنا الصوره ادي اول صوره معانا اهي بالظبط، كريم بامبو هو اللي واقف ناحيه الشمال خالص، الجناح الشمال بيعمل ايه؟ بيطلب الكوره من عبد الرحمن مجدي، بيدخل لجوه للعمق. تحركات كريم بامبو للعمق مهمه جدا بكره لمحمد هاني لو بدا باك رايت، لان متوقع ان احمد فتحي يخش في وسط الملعب سواء اواح او حتى احمد فتحي باك رايت، لازم يخلي باله من تحركات كريم بامبو. كريم بامبو اهو في الصوره دي بيطلب الكوره ليه داخل لجوه من الباك الايه، من الجناح اليمين. الصوره اللي بعدها هنلاقي كريم بامبو اهو دخل للعمق، فوت الكوره لشلونجو، هيفوتها خالص كريم بامبو ويقطع ورا المساك الشمال، يقطع جوه يقوم شلونجو لعبها له سويتش، جمله متحفظه. الصوره اللي بعدها هنلاقي ايه، كريم بامبو دخل جوه. خد بالك دي طريقه لعب النادي الاسماعيلي خلال الفترات اللي فاتت، سواء مع
كابتن محمود جابر مع فلان مع فلان مع فلان خلال الثلاث اربع خمس مدربين اللي تعاقبوا. كريم بامبو اكتر. لا الصوره اللي بعد كده برضو ده كان في الاتحاد السكندري. أيوه. الصوره اللي بعد كده ده الداخليه الماتش الاخير، هنلاقي ان محمد الشامي اللي معاه الكوره، محمد الشامي اللي احنا قلنا فكره المهاجم الوهمي، نزل لورا خالص وفضى سحب معاه المدافع اللي هو اخر واحد على اليمين، وكريم بامبو لسه هيقطع للعمق، هيتحرك من الجناح الشمال للعمق. فبص كريم بامبو هو جاي بيقطع من الجبهه الشمال للعمق دايما. الصوره اللي بعدها هنلاقي بص كريم بامبو حضرتك وصل فين؟ اهو قرب من منطقه الجزاء، هيقوم لاعبها له محمد الشامي تمريره لكريم بامبو. اذا الجبهه اخطر حاجه في الاسماعيلي في الفتره الاخيره تحركات هذا اللاعب كريم بامبو. كريم بامبو من اللعيبه المميزه بالتحركات للعمق والفينش بتاعه كويس قوي. يعني هو جايب 5 اهداف السنه دي في الدوري. المهم اهو دخل جوه منطقه الجزاء وسجلها، بص كان فين بقى فين؟ اذا كريم بامبو اخطر لاعب غدا يعني قدام النادي الاهلي. كريم بامبو طبعا شولونجو مهاجم قناص مميز قوي ان هو بيتحرك لتحت برضه، ومحمد الشامي بيطبق نفس الفكره. يبقى اذا اهم حاجه بكره اتكلمنا فيها ان شولونجو او المهاجم الوهمي سواء بدا بمحمد الشامي هي نفس الفكره، محمد الشامي او شولونجو بينزل يسقط يسحب معاه مثلا ياسر ابراهيم ويفضي المساحه ورا لكريم بامبو، او اللعبه الثانيه زي ما اتكلمنا قلنا ان كريم بامبو بيقطع لجوه بتتلعب له بيفوتها. طيب. لشلونجو اللي بيسقطها لمين؟ لكريم بامبو. تمام. يمكن اخطر لعبه للنادي الاسماعيلي بكره. تمام. متحفظه. يمكن احنا قلنا ازاي هم مسجلين اهداف في اخر 4 مباريات. 4 مباريات تحديدا عشان الكابتن محمود جابر هو المدير الفني. مع المدير الفني اللي هو في اخر 4 ماتشات، يمكن هم احنا قلنا ان هم ثاني اقوى خط هجوم. طيب. لكن احنا تحديدا قلنا ان كريم بامبو اخطر لاعب في النادي الاسماعيلي. استقبل بقى النادي الاسماعيلي في اخر 4 مباريات منذ تولي الكابتن محمود جابر الاداره الفنيه للنادي الاسماعيلي 4 اهداف، كيف تم استقبال ال4 اهداف في ال4 مباريات؟ طبعا يمكن الاسماعيلي استقبل 4 اهداف مع كابتن محمود جابر في ال4 مباريات، سواء 3 في الدوري و1 في الكاس، منهم 2 من كرات عرضيه. النادي الاسماعيلي عنده 2 مساكين سواء محمود متولي او محمد مجدي كويسين على الارض، ولكن وجهه نظري ان هم في الكرات العاليه مش قوي، يعني في الكرات العرضيه داخل منطقه الجزاء. عشان كده بشوف ان مروان محسن قد يكون ليه دور مهم جدا بكره. ممكن يبدا ليه؟ لان الكرات العرضيه في دفاع نادي الاسماعيلي هتبقى يعني ايه عندهم حته التمركز في الكرات العرضيه سيئين فيها. فاذا تقدر تستغل قدرات مروان محسن لسه واخد دفعه النهارده بالانضمام ان شاء الله يكون المهاجم الاساسي لمنتخب مصر، اذا تقدر تستغله ان مروان في حته الكرات العرضيه دي مميز فيها قوي، هم عندهم نقطه ضعف في الكرات العرضيه. الحاجه الثانيه الضربات الركنيه، نادي الاسماعيلي زي ما مميز عندهم محمود متولي في التسجيل من الضربات الركنيه، دي برده حاجات من نقاط القوه، عندهم نقطه ضعف في الضربات الركنيه برده نقدر نستغل فيها لعيب زي مروان محسن. زي عمرو السوليه، حمدي فتحي بكره مش موجود طبعا للايقاف، عندك لعيب زي عمرو السوليه، عندك لعيب زي مروان محسن، الاثنين مميزين في العاب الهواء. فدي حاجه يعني ال3 اهداف من ال4 من كرات عرضيه، سواء لعبه متحركه او ضربه ركنيه. اللي بعد كده في تسديده من على حدود منطقه الجزاء، وده كان هدف اللي هو رزاق سيسيه من اللي هو الجون اللي شاطها من على حدود منطقه الجزاء في كاس مصر. ده كان هدف جميل، تسديده برده من احد الحلول ان انت ازاي تسجل في شباك نادي الاسماعيلي. يمكن نادي الاسماعيلي تحديدا في اخر ال4 مباريات هو الراجل مثبت ال4 اللي ورا، احمد ايمن، محمد مجدي، محمود متولي، اسامه ابراهيم، مثبتهم، عندهم نوع من الثبات شويه، عندهم نوع من الاستقرار في حته الدفاع. الثلاثه اللي في الوسط عماد حمدي ده يعني من اللعيبه الكويسين جدا في وسط الملعب، لاعب قطع كرات مميز قوي. اليمين بيعتمد على دونجا، دونجا اللي هو بيكمل دايما وعنده بيكمل كبوكس تو بوكس، دونجا لاعب الزمالك السابق والمقص السابق معار هو الاسماعيلي. ومصطفى فارس ده يعني نوع من المغامره، ويمكن هو لعب بيه اول ماتش الماتش اللي فات، هل هو ممكن يكمل بيه بكره؟ اعتقد ان هو هيكمل بيه لان هو عايز يكسب بعض اللعيبه الناشئين في الفتره دي للنادي الاسماعيلي. مصطفى فارس برده من اللعيبه الكويسين جدا، عنده 22 سنه، ولكن طبعا خبرات هنا هتفرق للنادي الاهلي، ان هو لما يواجه احمد فتحي مثلا وعمرو السوليه في وسط الملعب الخبرات بالتاكيد هتبقى لاحمد فتحي وعمرو السوليه. عنده على الاطراف سواء بدا بمحمد صادق ناحيه اليمين او محمد الشامي، والشمال اكيد كريم بامبو نسبه 100% يعني، وقدام بينسون شولونجو. ده بالتاكيد يمكن اقرب تشكيله للنادي الاسماعيلي بكره. طيب كيف يمكن بقى من على الجانب الاخر استغلال نقاط الضعف اللي موجوده في النادي الاسماعيلي؟ اعتقد استغلال نقاط الضعف، هم عندهم مشكله في الكرات العرضيه رقم واحد، لازم مروان محسن يكون له دور مهم لان هو مميز بحته ان هو بيقطع على القائم القريب، ومميز بالعاب الهواء، دي حاجه مهمه جدا، مميز في الكرات العرضيه بشكل كويس جدا. رمضان صبحي دايما في ماتشات الاسماعيلي بيبقى فايق، رمضان صبحي برده عايز يرد على مدير فني بتاع منتخب مصر ان هو كان احق ان هو بالانضمام. رمضان صبحي برده يقدر يستغل الجبهه بتاعه اسامه ابراهيم ويعمل عليه شغل كويس. الجبهه ديت بتاعت احمد ايمن اللي هي الجبهه اليسرى للاسماعيلي، اعتقد ان هي هتكون نقطه ضعف واضحه. ليه؟ لان احمد ايمن اصلا لاعب بيلعب بقدمه اليمنى،
وبالتالي مش على عدلته. دايما لما بيجي يرفع بيخش، حتى يعني لما يجي يلعب على احمد فتحي او محمد هاني في ناحيه اليمين هنلاقي ان احمد ايمن ما بيكملش، احمد ايمن بيجيبها دايما على عدلته ويرفع. فده برضو انا شايف ان احمد ايمن ناحيه الشمال هيبقى نقطه ضعف كبيره، يقدر يستغلها حسين الشحات ويقدر يستغلها جرالدو ويقدر يستغلها وليد سليمان. تمام، خلينا نشوف ايضا ماذا يحدث في النادي الاهلي من او بعد التمرين او اثناء التمرين. التمرين شغال دلوقتي من زميلنا شريف شعبان. نروح نطير سريعا الى ارض ملعب مختار التتش ونشوف زميلنا شريف شعبان معانا على التليفون. ازيك يا شريف؟ ازيك يا استاذ حاتم، حضرتك والضيف الكريم ولكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، ورمضان كريم على حضرتك وعلى كل. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. عايزينك تطمنا على ما يحدث في تمرين النادي الاهلي. يمكن التمرين انتهى منذ قليل، يمكن الان بيجرى الاداري بيسلم اللجنه الاعلاميه في النادي الاهلي ومركز الاعلام في النادي الاهلي قائمه ال 21. لا خلينا نبدا لك. اتفضل. التمرين كان في التاسعه مساء طبعا علشان خاطر قبل التمرين يا شريف ممكن تقول لنا القايمه لو معاك؟ اه معايا القايمه لسه حالا اهي. طبعا مستر لاسارتي 21 لاعب هم شريف اكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ناصر ماهر، جونيور اجاييه، وليد سليمان، صالح جمعه، علي معلول، عمرو السليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، وليد ازارو، مصطفى شوبير، وجيلاردو. يمكن دي قائمه ال 21 لاعب حالا لسه مستر لاسارتي بيعلن عنهم في المركز الاعلامي في النادي الاهلي. ويمكن النادي الاهلي هيتحرك بعد قليل مبيت هناك في برج العرب ومبيت ليله طبعا مباراه الاسماعيلي والاهلي. نتمنى باذن الله يكون الفوز حليف النادي الاهلي غدا باذن الله. زي ما قلت لك التمرين كان في التاسعه مساء، كان في محاضره من لاسارتي ومدير الكوره الكابتن سيد عبد الحفيظ حوالي 10 دقائق في ارض الملعب مع اللاعبين، يتكلموا فيها عن او طلبهم بكره بالفوز على الاسماعيلي، طلبهم باحراز هدف مبكر، طلبهم بالتركيز الكامل في ال 90 دقيقه وعدم الاستهتار بالمنافس اطلاقا، وطلبهم بلعب برجوله ومن اول دقيقه يخش الجيم من اول دقيقه ويحاول يحرز هدف مبكر. يمكن النهارده كان تمرين خفيف نوعا ما، كان في مربعات وبعد كده هو كان في طايره، ويمكن الراجل انفرد بيه يمكن 12 13 لاعب كده اللي ممكن يبقى هم اللي هيطلع منهم التشكيل، عمل لهم التكتيك الضربات الركنيه والفاولات. يمكن النهارده مستر لاسارتي كان مهتم بكل حاجه بالتشكيلات دي، بكل التكتيك بتاعه، بيحافظ اللعيبه ازاي يتحرك الفاولات، ازاي يعمل تريكا في الفاولات. او مين الاقرب يا شريف ان هو يلعب مكان حمدي فتحي؟ والله يعني لو تقول لنا اسمين ثلاثه يعني مش لازم اسم واحد. يعني هو واخد هو انت ممكن تلاقي مثلا هاني بكرايت او فتحي بكرايت، يعني كل شيء وارد. ممكن تلاقي فتحي في وسط الملعب، ممكن تلاقي السليه وحسام عاشور في وسط الملعب، ممكن تلاقي محمد هاني في وسط الملعب، يعني مش هو بعد كده. يعني الثلاثه دول هم اللي دايرين، مين البكرايت الديفندرين، يعني حسام عاشور، السليه موجودين. وركز على الكرات الثابته، ركز على الكرات الثابته كويس جدا، عمل تريكات كتيره فيها، الضربات الركنيه عمل فيها كذا تريكايه. فالراجل مركز، الراجل عاوز يعمل نتيجه بكره ايجابيه. يمكن علي لطفي لسه بيتاهل، يمكن النهارده كان بيجري حوالين الملعب، يمكن خلاص ممكن بكره بعد بكره يكون في التمرين عادي. كابتن طارق سليمان على الجانب الاخر، الشناوي واكرامي ومصطفى شوبير واحمد طارق، تمرين قوي وبعد كده تمرين طايره للحراس. الكل الاجواء كلها بتدل ان النادي الاهلي مركز في بدايه الاسبوع كله. سلام طبعا لمباراه الاسماعيلي، الاهلي عاوز يحسم لقب الدوري بكره باذن الله بالفوز على غريم. والاسماعيلي طبعا فريق كبير اللي نحترمه كلنا، الراجل حذره النهارده بصوره الاسماعيلي، وباذن الله يكون بكره الانتصار من حظ نصيب النادي الاهلي باذن الله علشان يعتدي او يحافظ على اعتلاءه لصداره الدوري طبعا، ويقرب خطوه مهمه كبيره قوي من حسم اللقب رقم 41. عوده اجاييه اعتقد ان هي شيء جيد للفريق. طبعا هو اجاييه يا كابتن اسلام متالق، يمكن اخر ثلاث ايام، انا اخر ثلاث ايام في التمرين اجاييه فايق قوي بلغه الكوره، يعني اجاييه فايق ومتالق في التمرينات. يمكن لا اجاييه بيقدم في اخر ثلاث ايام مستوى ثابت جدا، حسين الشحات بيقدم برده في اخر ثلاث اربع ايام في التمرينه تمرينه عاليه جدا، محمد شريف يمكن لو مش موجود كان عامل تمرينه بقاله كام كذا يوم برده ظاهر بشكل متالق. جيلاردو بيستثمر طبعا الهدف اللي احرزه ومش كويس جدا في التمرين، ازار وبدا
يمكن الاهداف اللي كانت بتضيع كتير في التمرين بدا يبقى من كتر الراجل بيعمل تمرينات تخصص على الفول كتير، اظهره بدا يفنش احسن من الاول بكتير. طبعا مهاجم منتخب مصر مروان محسن حدث ولا حرج، بيعرف يجيب جول من خبر ابره، يعني خبر ابره زي ما بيقولوا. لا لا حاجه كبيره جدا. لعيبه النادي الاهلي مركزين، لعيبه النادي الاهلي عاوزين يخلصوا بكره كتير باذن الله. اشكرك شكرا جزيلا زميلنا شريف شعبان من ارض ملعب مختار التتش للنادي في تمرين او بعد نهايه تمرين النادي الاهلي. زي ما قلنا لحضراتكم او زي ما سمعتوا من شريف اكرامي، حسام عاشور، مروان محسن، محمد هاني، محمد الشناوي، احمد فتحي، ايمن اشرف، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ناصر ماهر، جونيور اجاييه، وليد سليمان، صالح جمعه، علي معلول، عمرو السوليه، رمضان صبحي، حسين الشحات، هشام محمد، وليد ازارو، مصطفى شوبير، جيرالدو. دي القائمه التي ستكون جاهزه ان شاء الله لمباراه غدا. 21 لاعب موجودين في معسكر، هيطلعوا دلوقتي على الاوتيل يناموا طبعا، يتسحروا طبعا ويناموا، ويصحوا بكره ان شاء الله لاستعدادا للمباراه، ليختار منهم 18 لاعب وثلاث لاعبين هيكونوا خارج القائمه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتور احمد. ان شاء الله بكره دكتور احمد هيكون معانا، هنتكلم اكتر عن المقارنات ما بين اللاعبين سواء لاعبي النادي الاسماعيلي والنادي الاهلي. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجومنا الكبار، نجم الكبير الكابتن فتحي نصير، نجم الكبير الكابتن عادل طعيمه، نجم الكبير كابتن ابراهيم عبد الصمد.